يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده لبرنامج جه وقتك ومع ضيوفنا الكرام الغاليين على قلوبنا جدا اللي مش اول مره معانا. بنستفيد ونتعلم ونتعزى ونتشجع ونتبارك بيهم. معايا احب اقدم الضيوف الاول، بعدين اقول لكم هنتكلم في ايه. معانا النهارده جناب القسيس الفاضل الغالي جناب القسيس صفا ويليام. اهلا وسهلا بيك يا جناب القسيس. اهلا وسهلا بيك يا ابونا، ومصدقين ان الرب هيدينا وقت متميز في اسم يسوع المسيح. امين يا رب، امين. احنا بنصلي صدقني طول النهار ان ربنا يعمل كده، واحنا واخدين صيام عشان اليوم دوت. امين يا رب. نفسي قوي الساده المشاهدين كلهم يستفيدوا ويتعلموا ونتغذى، كلنا محتاجين فعلا. ده وقت يعني مش عارف اقول عليه ايه، احنا محتاجين في الوقت ده بجد بركه كبيره. ومعانا مرنمنا الغالي اللي مش اول مره وصديق البرنامج من زمان، معانا الاخ عبد الفادي ابراهيم. اهلا وسهلا بيك يا اخ عبد الفادي، او نقول القسيس اخ كويس كله كويس. الاخ عبد الفادي من المرنمين الجمال اللي دايما بيبقوا معانا وبنتشجع بيهم وكده. الحلقه دي عشان انت هتشوفها دلوقتي هي حلقه مسجله، عشان لو لقيت ارقام تليفونات على الشاشه واتصلت تقول ده مش هوا يا جماعه، لا الحلقه دي مش هوا، دي مسجلة. يعني ايه؟ يعني مفيش تليفونات، لكن تقدر تتواصل معانا ونتواصل معاك يعني طول الاسبوع عبر كل وسائل يعني التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن جاء ليخدمنا. جاء ليخدمنا. طبعا هتقول لي مين اللي جه عشان يخدمنا؟ لا تكون حضرتك لاول مرة تسمع لغة زي كده. بنقول لك ان الرب يسوع المسيح جاء ليخدمنا. هنعرف طبعا تفاصيل كتيره قوي، وهنسمع من القسيس صفا وهنساله، وكنت اتمنى حضراتكم تسالوا يعني اسئله برضه، لكن خلينا يعني نركز ونشوف يعني ايه جه يخدمنا. يعني ايه جه يخدمنا؟ وهو الله الظاهر في صوره انسان. طيب نسال ابونا كده سؤال في البدايه ينفع جدا. هو جاء ليخدمنا لانه الوحيد اللي ما عملش حاجه لنفسه. ايوه، في متى 20:28 بيقول كما ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين. يمكن كلمه نفسه هتتكرر النهارده كتير، لان الوحيد اللي ما عملش حاجه لنفسه، كل حاجه يا ابونا عملها لينا احنا. فالرب النهارده عايز يوصل لنا المفهوم الجميل ده، بمعنى ان الرب يسوع المسيح الوحيد اللي بعد ما صعد للسماء ما سمعناش في كل التاريخ انه بنى بيت لنفسه، ما عملش فيلا في مارينا ولا في شرم ولا في لنفسه ما عملش الكلام ده، ما سابش مبالغ في بنك معين، اسكندريه ولا مصر ولا الافريقي ولا العربي ولا الامريكاني لنفسه، ما سابش مركز معين او سلطه معينه، لكن كل حاجه عملها لينا احنا. عشان خاطر كده جاء ليخدمنا. هو الوحيد. لما تبص لحياته كلها يا ابونا في سباعيه جميله، حياه الرب يسوع معانا على الارض في سباعيه جميله. اول حاجه لما اتولد في مكان مش بتاعه، في مزود حقير فقير. ده طب في الميلاد يعني اتولد في مكان اساسا ما ينفعش حد يتولد فيه، ولا حد في كل التاريخ اتولد في مكان زي اللي اتولد فيه الرب يسوع، انه يكون في مزود للحيوانات. لكن الحاجة التانية كبر وبدأ يخدم. عارف لما بدأ يخدم ما كانش عنده كنيسة يخدم فيها، ما كانش عنده منبر زي في كنايسنا الحالية. راح على الشط ولقى مركب، قال لهم طب امشوا ابعد شوية على العمق، المركب دي كانت المنبر بتاعه. يعني حتى ديت كمان ما كانتش عنده. بالنسبة للفلوس جه الوقت ان هو يدفع الجزيه، لا هو ولا بطرس ما معهمش حاجه، الفلوس مش موجوده اساسا. قالوا طب بص يا بطرس يا ابني، فاكر الصناره اللي كنت بتصيد بيها زمان؟ قالوا فاكرها. قالوا تروح البيت تجيب الصناره ترميها تطلع لك سمك هتلاقي فيها اسطار، ادفع عني وعنك. حتى الفلوس ما كانتش موجوده. عارف يا ابونا، حتى عند دخول اورشليم ما كانش عنده، راح بدا اتان جابها علشان يركب عليها واساسا مش ملكه. لما حب يستضيف تلاميذه استضافهم في عليه مستعاره، لما حب يسيب امه اغلى ما عنده قال ليوحنا ما عنديش مكان، هو ذا امك. حتى القبر اللي اتدفن فيه كان قبر مستعار بتاع يوسف الرملي. في السباعيه دي من بدايه ميلاده لغايه القبر اللي اتدفن فيه، كل الحاجات دي ما كانتش في حاجه يمتلكها المسيح لكل المجد. لكن اللي الرب هيكلمنا فيه بعد شويه هو انه فعل كل شيء لاجلنا، كل حاجه عملها عشان نحن، لم يفعل شيئا لنفسه، لكن فعل كل هذا علشاني وعلشان حضرتك وعشان اخواتي اللي بيسمعونا في الوقت ده. يعني كان كل حاجه بيعملها لنفسه. طب اسال بقى سؤال، معلش. طيب هل في الكتاب المقدس ذكر اي حاجه يعني جت على ان في ناس تاني كانت بتعمل لنفسها؟ ده في كم من الناس اللي كانت بتعمل لنفسها عديد، لكن علشان يجي الوقت ممكن اخد سباعيه صغيره. معلش انا لا اتفضل، انا بحب السباعيات. انت حابب السباعيات فعلا، انا ملاحظ كده. انا السباعيات سهام كلماتك، فانا بحب السباعيات، فاحنا نختصرهم لان سبعه كمان عدد الكمال، فكل الكمال في كله. طبعا السبعه دول نبص، لو نبص كده نلاقي واحد زي لوط دوت اختار لنفسه. نمشي شويه في كلمه الله نلاقي شاول ضم لنفسه، ابشالوم اقام لنفسه. نسمع عن واحد اسمه اخاب باع نفسه، نسمع عن واحد اسمه ايليا مضى لاجل نفسه، نسمع عن واحد اسمه يونان لما شاف اليقطينه يذكر عنه الكتاب طلب الموت لنفسه. ونشوف في العهد الجديد الغني يذكر الكتاب عن الغني دوت، كل اللي عمله ان هو حب جدا نفسه وقال لنفسي اقول. لو نبص للسبعه دول في كلمات مختصره عشان اخواتي يشاهدونا ويتابعوا معانا. اول حاجه لوط اختار لنفسه. لوط في ثلاثيه، لوط رفع عينه، لوط اختار نفسه، اختار يعني رفع لوط، اختار لوط، واخيرا خسر لوط. يذكر الكتاب يقول لك فرفع لوط عينيه واختار لوط لنفسه. كل الايات النهارده جه عن نفسه. هنشوف البشر عملوا ايه لنفسهم، وهنشوف رب المجد الرب يسوع لكل المجد عمل ايه علشان احنا. هنشوف الكلام دوت في سباعيه جميله جايه. لكن لوط اول حاجه رفع عينه، بص يعني ابراهيم دوت خليه مع ربنا مع نفسه، لكن انا ابص اشوف المكان. وراى لوط ان كل دائره الاردن كسقي الله كجنه كارض مصر، قال لك لا سيبه هو بقى في الحته الصعبه ديت وانا خليني في المكان الافضل. رفع لوط عينيه، لكن واختار الكلمه، واختار لوط لنفسه. لوط لما اختار لنفسه بناء على عينيه. لكن عارف يا ابونا في سفر التكوين اتنين الكتاب يذكر عنهم لوط، سفر التكوين اصحاح 13. لوط الاول يذكر الكتاب يقول لك ورفع لوط عينيه واختار لوط لنفسه كل دائره الاردن. كل دائره الاردن، انا حابب اركز على الحته كل دائره الاردن. ممكن الناس بيسمعونا النهارده كل دائره الاردن. لكن بعديها باربع اعداد بالظبط بص بقى الفرق يقول لك وقال الله لابرام ارفع عينيك. ده فرق شاسع، فرق شاسع ان انا ارفع، ان انا اختار لنفسي، وفرق شاسع ان الله هو اللي بيختار لي. عارف ليه؟ لاني مهما كان انا بختار لنفسي مش هيكون زي اختيار الله ليا. والرب قال لابرام ايه؟ قال له بص يا ابرام الارض كلها بتاعتك، شمالا جنوبا شرقا غربا. ولما نفرق بين الاثنين دول نبص نلاقي لوط اختار كل دائره، فدي الدائره والدائره اشاره الى الكره الارضيه. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه؟ خلي الناس تاخد زي ما عايزه تاخد، لكن مش هينفع صدقني. لكن النقطه الثانيه ان الله لما قال لابرام خد، قال له اذهب شمالا جنوبا شرقا غربا، وادي رسم له الصليبه وقال له ليك هديها لك. اصل ابراهيم ما اختارش لنفسه، ده الله اللي اختار له. لكن لوط لما خسر بعد عنه خسر حاجات كتير. عارف ليه؟ لانه اختار لنفسه، خسر ممتلكاته، خسر بناته، خسر مراته، خسر. انا قعدت اعمل بحث طلعت 32 حاجه خسرها لوط. يا رب، ده عايزه حلقه لوحدها يعني. طبعا خساير لوط في الحاجات اللي مر بيها حاجات كتيره جدا، لكن اشهرهم خسر ممتلكاته. لوط ما طلعش بحاجه، طلع لوحده. لوط خسر بناته وبعد عنك عملوا معاه الشر غير اللي قعدوا مرضوش يسيبوه في سدوم وعموره. لوط خسر مراته، وخسائر لوط بدأت تستمر من حاجة لحاجة. دوت الشخصية الأولى لوط. لكن الشخص الثاني اللي بيتكلم عنه الكتاب برضه في نفسه ديت شاول، ضم لنفسه. عارف صموئيل الأول 13 وصموئيل الأول 14 وصموئيل الأول 15 فيها ثلاث كلمات عن شاول. صموئيل الأول 13 يقول لك شاول اختار لنفسه 3000 واحد زوجة بابرة بأس. في صموئيل 14 يذكر عنه الكتاب يقول لك كان كل ما يلاقي حد قوي يضمه إلى نفسه. في صموئيل 15 يقول لك جاء شاول إلى الكرمل وقد نصب نصبا لنفسه. ده واحد مهتم بنفسه، اختار لنفسه، ضم لنفسه، نصب لنفسه. ده واحد بيحب نفسه. أي. ربي يبعدنا عن النفس النهارده. كل حد بيسمعنا. اديكم شايفين 7 شخصيات من كلمه الله، كل واحد منهم بيحب نفسه لكن معاها خسائر كتير. الشخصيه الثالثه ابشالوم، الكلام دوت في صموئيل الثاني 18 بيتكلم عنه الكتاب، بيقول لك انه عمل لنفسه نصب، والنصب دوت سماه يد ابشالوم، قوه وعزه وكبرياء، مش عايز حد، هو عايز يكون هو الاول. يعني دخل في حرب مع ابوه وراح حب يكسب كل حاجه، حب يكون هو الملك، حب يكون هو ليه السلطان والجاه. هو مش عايز اي حاجه غير نفسه. دوت الكتاب بيتكلم اقام لنفسه. لكن الشخصيه الرابعه بيتكلم عنها الكتاب اخاب باع نفسه. كتاب واضح جدا، الملوك الاول 21-25 يقول لك ايه؟ ولم يكن احد كاخاب باع نفسه لعمل الشر. اخاب بنى المرتفعات، اخاب طبعا باتحاده الجميل وزواجه مع ايزابل، وايزابل كانت شريره، الاثنين دول عملوا دويتو في الشر. كان عندهم انبياء للسواري، انبياء للبعل، عملوا حاجات ما لا تتخيل. الاكثر من كده جم على واحد اسمه نابوت اليزرعيلي، حضرتك عارف القصه. وراحوا خدوا الحقل بتاعه بشهاده زور، وراح خدوه وراحوا قتلوا نابوت، وراح بدأ إليه يقول أنت جيت قتلت عشان تورث. يعني عمل الشر. لم يكن أحد كأخاب. بأصلي لكل حد، كل حد بيسمعنا، الشر ملوش رجلين وملوش، صدقوني تاني. أيوه. أنا بتكلم من قلبي. أبويا علمني درس. أبويا كان خادم رائع وسافر المجد الفترة اللي فاتت، وقال لي يا ابني أقول لك فكرة مجازية. قلت له قول يا أبويا. قال لي واحد كان ماشي على واحد، قال له بتزرع إيه؟ قال له بزرع خير. قال له كتر منه علشان أنت وحدك اللي هتاكل منه. مشي شوية تاني لقى واحد بيزرع شر. قال له أنت بتزرع إيه؟ قال له بزرع شر. قال له قلل منه عشان أنت وحدك اللي هتحصده. يا رب نطلع من دايرة الأخاب واللي معاهم دول في اسم يسوع. لكن الشخصية الخامسة بيتكلم عن إيليا مضى لأجل نفسه. خاف إيليا وراح مضى. يقول لك بقيت أنا وحدي وأنا مش عايز، لا خلاص لغاية كده، أنا لست خير من آبائي، خد نفسي. الشخصية السادسة يونان طلب الموت لنفسه. واحنا في الجبل الأخيرة عشان عايزين نسمع حاجة حلوة من أخويا عبد الفادي. الشخصية يونان طلب الموت لنفسه. بيتكلم عنه يونان، وهو بيتكلم هنا يونان 4 اصحاحات يا ابويا عشان اخواتي يعني نحفظهم. انا بحب التعليم في كلمه الله. يونان الاصح هم 4 اصحاحات. يونان الاصح الاولاني يونان كان في السفينه. الاصح الثاني يونان في بطن الحوت. الاصح الثالث يونان في المدينه. الاصح الرابع يونان تحت اليقطينه. دول ال4 اصحاحات يفهموا ب4 كلمات كده بسرعه. زي بالظبط سفر بوعز برضه فيه 4 اصحاحات، وبيتكلم عن واحده جميله اسمها رعوز. الاصح الاولاني بالظبط عشان اخواتي برضه يكونوا موجودين معايا. الاصح الاولاني بوعز، رعوز في حقل بوعز. الثاني الاصح الثاني رعوز ديت كانت في حقل بوعز. الثالث في بيدر بوعز. الرابع في بيت بوعز. الله النهارده بيعلمنا ان حتى يونان طلب. اخر واحد اللي هو الغني يقول لك ايه؟ وفكر في نفسه. كان في واحد غني فكر في نفسه وقال انا اهدم مخازني ابني اعظم منها. طب واقول لنفسي عايز ايه؟ كلي اشربي استريحي افرحي. انا قعدت افكر لما انت غني ازاي يعني واحد غني يقول نفسه كلي؟ طب ما انت عندك الخير كتير، افتح الثلاجه وكل اللي انت عايزه. عنده الخير مش متهني بيه. لكن خلي بالك يا ابونا، لانه طلب لنفسه، فكر في نفسه، قال لنفسه. جات الكلمات في هذه الليله تطلب نفسك منك والذي اعدك. دول 7 شخصيات كل واحد منهم كان مهتم بنفسه. طيب. غير بقى اللي هيعمل رب يسوع معانا. لا احنا كده اتكلمنا في الناس اللي طلبت لنفسها. وطبعا ده فيهم اشارات سلبيه كلها. كله ده سلبي مش كده برضه؟ كله بيحب نفسه. كله نفسه. فالفرق بينه وبين المسيح، المسيح ما كانش بيعمل لنفسه. كله مش كده؟ ليه وليه؟ عشان نرجع نركز بعد المقدمه الجميله اللي عملتها لنا. نسمع ترنيمه ونرجع نسال شويه اسئله كده يعني عن ازاي جه يخدمنا، يعني ازاي جه يخدمنا. امين. طيب أمين. نسمع ترنيمه. امين امين. اتفضل. لما بجيله وانا قلبي حزين يفرحني، لما بجيله ودموع على الخدين يجي ويمسح دموعي ويطهر قلبي ويغير حالي ويسدد كل الدين. جيتله بقلب حزين ودموعي على الخدين، أنا جيتله بقلب حزين ودموعي على الخدين، طهر قلبي وغير حالي وسدد كل الدين، طهر قلبي وغير حالي وسدد كل الدين، على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، كنت عايش مغرور للعالم مغرور، أنا كنت عايش مغرور للعالم مغرور، والشيطان هدفه إبعادي عن طريق النور، والشيطان هدفه إبعادي عن طريق يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، جيتله بقلب حزين ودموعي على الخدين، أنا جيتله بقلب حزين ودموعي على الخدين، طهر قلبي وغير حالي سدد كل الدين، طهر قلبي وغير حالي سدد كل الدين، كنوز مخفية أبحث عنها المفاتيح في ايديك، كنوز مخفية ابحث عنها، ده المفاتيح في ايديك. على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. علشان خاطر الجروح اسكرني بخمر الروح، علشان خاطر الجروح اسكرني بخمر الروح. هدفي وغايتي وكل اماني اعيش معاك بالروح، هدفي وغايتي وكل امالي اعيش معاك بالروح. على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم انا داخل ليا نصيب، يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. مجدا للرب، مجدا للرب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، على عود الصليب. طيب، اديتنا مقدمة كويسة، يعني كانت مقدمة رائعة للموضوع يعني. لكن السؤال اللي لازم نسأله في البداية يا جناب القسيس، سؤال يعني ايه تقصده؟ تقصد بايه وانت بتقول جاء يخدمنا؟ ايه اللي في دماغك يعني؟ ايه اللي انت، ايه الفكرة اللي انت عايز توصلها؟ وانا بصلي قدام الرب حط في قلبي سبعية هوصلها لاخواتي. اول حاجة هو جه يخدمنا، ما عملش حاجة لنفسه ابدا، لكن كل اللي عمله ده علشاني انا. وبعيد الكلام، لو هنسأل طفل صغير تحب تكون ايه؟ نفسك تكون في ايه؟ يقول لك انا نفسي اكبر اكون دكتور، بنت مهندسة، ولد مدرس، وهكذا. كل واحد بيختار زي ما هو عايز. كل واحد تسأل الشاب عايز ايه يقول لك نفسي اكون نفسي. البنت عايزة اجهز نفسي، عروسة عايزة اجهز نفسي. الكبير الراجل عايز امتع نفسي. كل واحد كلمة نفسه ديت، اصل هي ديت نفسه اللي محطوطة. كل واحد عمل تاريخ لنفسه. فنشوف مثلا واحد زي نابليون وانتصاراته، الاسكندر وفتوحاته، اديسون واختراعاته، كل واحد برضه مهتم بنفسه، الا الوحيد بقولها وانا رافع قلبي ليه، الا الوحيد اللي جه العالم لم يفعل شيئا لنفسه. غريب يا بونا، غريب ان كل واحد يجي في العالم عايز يعمل ويكون ويسيب وتاريخ ملكوته هو. ليه هو الوحيد؟ حتى هو جاء الكلمات ديت وهو موجود معانا، قال لك انا جيت عشان امجد ابي الذي في السماوات. ففي 7 حاجات هو عملهم يخدمني بيهم انا، يخدم بيهم صفا. يعني تقصد يا قسيس ان جاء ليخدمنا، ان عمل حاجات لينا مش ليه هو، ما كانش فيه اي هدف ليه هو خالص، مش جاي يبني ملكوته اطلاقا او مملكته اطلاقا. عمل 7 حاجات لما تشوفوا ابونا فرقوا جدا في حياته، وانا بدرس في كلمه الله. أيوة. اول حاجه فدانا، الحاجه الثانيه شفانا، الحاجه الثالثه هدانا في الطريق، الحاجه الثالثه هدانا في اضطراباتنا وخوفنا، يقول لك اهدى. هنشوف كل الكلام ده بنفس الكلمات والايات اللي الرب حاطها. الحاجه الرابعه الخامسه دعانا، فدانا، شفانا، هدانا، دعانا. لكن رقم 6 اعطانا خدمه اسمها خدمه المصالحه. رقم 7 والاخيره وقريب هيتمم رجانا. يعني كل واحده فيهم دول بتاع ليا منه ليا عملها عشان خاطري انا، في فكره في الأزل، فكر الأزل عمل السبعية دي عشاننا، فدانا شفانا هدانا هدانا دعانا أعطانا، وقريب هيتمم رجانا. طيب قبل ما تتبحر في الموضوع يعني دلوقتي لو يعني معروف ان ربنا ده كبير طبعا، هو فوق هو عالي كده، فانا دايما عايز اعمل اللي يرضيه كويس واللي يرضيه، كلام سليم، وانا عايز انا اللي اخدمه بعناية كويس عشان يبقى راضي عليا. انت ليه عملت الدنيا بالعكس؟ يعني اللي خلاني عملت الدنيا بالعكس ان انا قعدت افكر في حياته. طيب احنا كبشر فعلا كمؤمنين عايزين نخدمه ونرضيه ونعمل كل الحاجات دي، بس كان قبل ما انا اخد القرار ان انا اعمل كده لقيته هو خدمني، هو اللي سبق يعني سبقها. نحن الترنيمه بتقول ايه؟ نحن نحبه لانه احبنا اولا. اصل كان بص يا ابونا، يعني انا مش هطلع بره سياق الحديث، بس انا شاعر بالروح وانا بتكلم وحاسس بحضور الله في المكان. امين. خروج 21، خروج 21 في عباره جميله، واذ قال العبد احب سيدي لا اخرج حرا. الحته دي فرقت جدا معاه، انت عبد وخلاص 6 سنين مرت وهتطلع سنه الفكاك 7. ايه اللي مخليك تقعد في العبوديه؟ قال لك اصل سيدي حبني في الاول، سيدي ضحى بنفسه علشاني، اصل سيدي شال الشيله عني، اصل انا لما كنت تعبان هو رفعها عني، انا لما عييت بصيت لقيته راح وداني المستشفى وسهر معايا وما سابنيش، اصل سيدي اهتم بيا واهتم بمراتي واهتم بولادي عشان خاطر كده انا مش هطلع على الحريه دي، اصل انا حريتي في عبوديته هو الاساس، وانا بحبه ده من منطلق حبه هو ليا. معروف يا ابونا، صدى الحب حب، صدى الحب حب، انا بحبه لان هو حبني اولا. فحضرتك سالت سؤال وانا بجاوب عليه، السؤال بيقول المفروض انا ال7 دول انا اعملهم، لكن ايه اللي خلاني هو اللي عملهم؟ اصل هو حبني اولا، هو حبني اولا. نظير حبه ليا انا اسير المحبه بتاعتي. وإن قال العبد أحب سيدي لا أخرج حرا. إذن هو المبادرة من عنده هو. من عنده. طيب ناخد واحدة كده من ضمن ال7 اللي أنت قلت لنا على إن هو جه يعملهم معانا، جه يخدمنا بيهم. أول واحدة فدانا. فدانا. أول حاجة في الخطة اللي عملها هي كانت خطة الفداء. يعني في الفكر الأزلي هو جاي المسيح بحسب كلمة الله، هو جاي علشان ده الهدف. لما قعدت ادور على حته فدانا ديت لقيت فيه سباعيه جميله، هي تحت كل واحده فيه سباعيه صغيره، هناخدها بسرعه كده عشان بس كويس ان يبقى الكلمات في نقاط صغيره وتبقى العمليه واضحه حتى واخواتي يكونوا معانا بيتابعوا معانا. ايوه السباعيه ديت بتاع الفداء. اول حاجه 1 اخلى نفسه، 2 وضع نفسه، 3 باذل نفسه، 4 اسلم نفسه، 5 بدم نفسه، 6 حمل هو نفسه، 7 واخيرا صنع بنفسه تطهير لخطايانا. سباعيه جميله عملها لمين؟ عشان صفا. اخواتي الغاليين صدقوني انا ولا حاجه، بامانه بتكلم من قلبي، لكن نظير الحب الذي دعاني بيسوع. اول حاجه في فليبي 2:7 بيقول الكتاب لكنه اخلى نفسه. انا لسه كنت عايز اسالك، اتفضل، يعني ايه اخلى نفسه؟ حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك يعني ايه اخلى نفسه؟ يعني ايه اخلى نفسه؟ الكتاب بيتكلم في فليبي 2 وابتداء من عدد 7، كان في صورة الله أي المسيح لم يحسب قدسه أن يكون معادلا لله. طب عمل إيه؟ قال لك أخلى نفسه. أخلى نفسه نزل من المكانة بتاعته، أخلى نفسه أطاع وأطاع 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 علشان يشيل الصليب عنه. أخلى نفسه آخذا صورة عبد. طب ده أنت الكبير، ده أنت المعادل لله الآب، الآب والابن والروح القدس حاجة واحدة، أنتوا مساويين لبعض، ازاي تاخد صورة عبد؟ قال عشان بحبهم، انا نازل عشانهم، انا نازل عشان افديهم. اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، خد الدرجة الاجل والاجل. لكن الحاجة الثانية وضع نفسه، لا اللي بعديها على طول فيليب 2:8 واذ وجد، بيكمل اهو يا ابونا، واذ وجد اخلى نفسه اهو، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب. طب 3 بذل نفسه. الكتاب بيتكلم في يوحنا 10 وعدد 11 بيقول عن الراعي الصالح، والراعي الصالح يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن الخراب. اصل هو جه، احنا من فتره كنا بنحتفل بحاجه اسمها عيد الحب. الوحيد اللي جالها ونفذها عملي هو الرب يسوع. ايوه الوحيد. مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بيسمعون، مرات كتير بنقول لبعض انا بحبك. مرات كتير اتنين يكونوا مخطوبين يقولوا انا بعض بحبك، وبعد بمجرد ما تيجي امر او صدمه او فكره الاثنين ينفصلوا عن بعض وما يرتبطوش. بعد ما كانوا قالوا لبعض انا بحبك، هو قال انا بحبك وهي قالت انا بحبك، وانفصال. حاجات كتيره قوي. لكن الوحيد اللي جالها ونفذها عملي هو الرب يسوع. قال انا بحبك وفعلا نفذها. والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرف. لكن رقم 4 اسلم نفسه. غلاطية 22 الآية الجميلة المشهورة ومعروفة للكل بيتكلم عن مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها، فما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. بيكمل الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بدم نفسه بيتكلم في عبرانيين وبيقول ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل بنا خيمة الاجتماع قديما يا ابونا كانت منقسمة ل3 أقسام: الدار الخارجية، القدس، وقدس الأقداس. الدار الخارجية كان فيها تبدأ بالباب وبعد كده مذبح المحرقة والمرحاضة. القدس موجود فيه 3 حاجات: مائدة خبز الوجوه، المنارة الذهبية، مذبح البخور. قدس الأقداس حاجة واحدة لكن جواها 3 حاجات: كان تابوت العهد، كان فيه قسط المن، عصا هارون التي أفرقت، والشريعة. 3 حاجات. لكن بدخول المسيح يتكلم في عبرانيين 9 ليس بدم تيوس وعجول لكن بدم نفسه دخل. ولما دخل كان في حاجه اسمها القدس وبعد كده قدس الاقداس كان يفصل ما بينهم الحجاب. شال الحجاب اتشج على الصدر، دخل بنفسه. ما بيجيش في حاجه اسمها الاقداس، ما بيجيش في قدس وقدس الاقداس بحسب العهد القديم. لكن بيجي حاجه اسمها الاقداس. لكن رقم 6 حمل نفسه، وهو حمل نفسه خطايانا في جسده على الخشب. اخر حاجه صنع بنفسه. عبرانيين 1:3 الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين العظيم. وانا بختم الجزئيه دي بكلم ناس موجوده هنا النهارده وبتسمعنا. هو جه علشانك يقدم لك الفداء. كل البشر زاغوا وفسدوا لكن الرب يسوع جه علشانك. النهارده في دعوه خاصه. النهارده ليس بأحد غيره الخلاص. كلنا بعدنا منا كل واحد إلى طريقه والله وضع عليه اسم جميعنا. النهارده الدعوة والباب مفتوحين. مش عارف يا ابونا، قبل ما ندعي أخويا الغالي عبد الفادي أنا حابب أنت حضرتك تصلي مع الناس صلاة توبة. أمين. أصل حاسس إن الدنيا أنا عندي نظرة مش فكره، بس حاسس ان الدنيا خلاص الوضع اللي احنا عاوزينه فعلا بيقولنا خلاص فعلا. فخلينا نرجع، خلينا نتوب، خلينا نقدم. جه علشانك انت، جه عشان يخدمك. واول حاجه بدا بالفداء. تعالى النهارده سلمها له. امين. اديها له. امين. قول له النهارده انا بدي لك حياتك. اتفضل. طيب خلينا نسمع موسيقى ونستعد في ترنيمه وحضرتك تصلي معانا طب اعزائي المشاهدين الكرام، ابونا طلب ان احنا نصلي. لاي حد نفسه قوي يقبل الرب يسوع مخلص، مش كده يا ابونا؟ تمام. ده الهدف، يعني انك تكون سمعت المقدمه، سمعت الترنيمه، سمعت الكلمه وهو بيتكلم عن فدانا، وقدمتها لنا في سبعيه جميله قوي. بالذات انا اتاثرت قوي انت بتقول اخلى نفسه، اخلى نفسه. طيب يا ابونا، يعني هل تحب في دقيقه تقدم كلمه، معلش كلمه تانية، دعوه لحد بيتفرج علينا ومش عارف يعملها ازاي؟ امين يا ابونا. حاضر. امين. وحضرتك اللي هتصلي بعد. امين. 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 اخويا الغالي، اختي الغاليه، يمكن النهارده وانا بتكلم الكلام ده من قلبي جه وقتك. النهارده جه وقتك. العمر مش مضمون. ايوه فعلا. مش بتاعك ولا بتاعي. ربنا يديك طول العمر وتعيش كتير، لكن ممكن النهارده الرب يسوع يجي مع حاجه من 2، يا انا هروح له يا هو هيجي وياخدني. اعتبر ان الميعاد ده ميعادك. انت مش فاتح التلفزيون النهارده صدفه. ولا بتسمع الكلام ده صدفه؟ أيوة. انت بتسمعه بقصد الهي عجيب، والرب النهارده بيقدم لك دعوه ربما تكون الاخيره. من فضلك تجاوب مع دعوته. واجه واتصلب ايديه والمسامير والشوك والجلدات والحربه، كله ده كان علشانك وعلشاني. ايوه قول انا راجع لك يا رب، انا راجع لك يا رب، انا راجع لك. اتفضل يا جماعه. يا رب اشكرك من كل قلب، بباركك يا رب. اي حد بيسمعنا دلوقتي وتاثر بالكلام ده او حس ان هو عايز يعمل قرار ويقبلك مخلص شخصي في حياته، يا رب زي ما قال اخويا من شويه، العمر مش مضمون والدنيا مش مضمونه وبكره مش مضمون. نعم يا سيدي، احنا محتاجين انك انت تقربنا ليك الايام دي يا رب، قربنا ليك يا رب من فضلك. خلي اي شخص بيتفرج علينا ونفسه قوي يختبرك مخلص شخص في حياته، انه يغمض عينيه ويقول لك استلمني، استلم قلبي، استلم حياتي، استلم كياني، استلمني كل يا رب، انا ملك ليك، وانا ضامن يا رب تماما انك هتغسلني بدمك يسوع. يا يسوع اغسلني بدمك، اغسلني بدمك، طهرني فأطهر. فضلك يا سيد يسوع، فضلك يا رب. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع وأتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان، جايلك بخطايا سنيني، عمر اللي انقضى في أنيني، جايلك بخطايا سنيني، عمر اللي انقضى في أنيني، دقت مرار البعد قسيت واتمنيت أرجع ليك، عدت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، أنا راجع بدموعي، أنا راجع بذنوبي، أنا راجع بدموعي، أنا راجع، واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان. مجدا للرب، مجدا للرب. طيب فدانا، وده ده كأنه الحجر الأساس، الأساس مش كده برضو؟ تمام، الأساس اللي بنبني عليه فعلا. يعني بدون الفدا وقبول المسيح مخلص مش هنعرف نوصل للي جاي. صح. انا صح ولا غلط كده؟ صح جدا. ده الاساس، البيزك، الحاجه الاساس دي سنه اولى. دي سنه اولى هنبني عليها. طيب نيجي بعد كده، بعد ما فدانا، بما انه فدانا، هل وانا قبلت المسيح مخلص هل اقدر احصل على الشفاء؟ اذا شفانا ولا ازاي؟ بتفهمها. حاضر. اول حاجه فدانا وشفنا السبعيه ابتداء من اخلى نفسه ووضع نفسه بذل نفسه. أيوة. برضو الرب بيكلمنا عن عملها بنفسه. ليه؟ شفاني بنفسه، ما بعتش حد، ما بعتش حد زي ما بيقول الكتاب في مكان تاني ان هو بنفسه. نبص نلاقي في قصه جميله في مرقس 5. مرقس 5 في قصه رائعه عن الشفاء، عن امراه كان عندها نزف منذ 12 سنه. المده كانت 12 سنه في السبعيه ديت، هي سبعيه زغنطوطه. المده كانت 12 سنه. الوضع يقول لك تألمت كثيرا عند اطباء كثيرين. ايوه. يعني مش هي يا ريت راحت لدكتور اعطاها علاج الدنيا مشيت خفت وعادت، لا، تألمت كثيرا عند اطباء كثيرين. لكن رقم 3، طب والفلوس؟ يقول لك انفقت كل ما لديها. يعني تروح النهارده عند الدكتور بتاع انا عشان المنيا نبدا بالمنيا. يقول لك لا ده في دكتور شاطر في اسيوط، تروح طالع على اسيوط. يقول لك لا ده في دكتور حلو بقى في القاهره، روح القاهره، تروح القاهره. ده في واحد تاني افضل في اسكندريه، تروح. طب ايه رايك لو فكرت تطلع بره في انجلترا ولا مش عارف في دكتور بقى، او نروح امريكا. الكتاب واضح دي انفقت كل ما لديها. المده 12 سنه والوضع تألمت كتير، الفلوس خلصت كل عنه. طب والنتيجه؟ صعبه جدا ذكرها الكتاب، لم تنتفع شيئا. وانا بكلم ناس النهارده يمكن تعبت في المرض، الرب النهارده جه عشان يخدمنا بالشفاء. خدمنا رقم 1 بالفداء، ودلوقتي بيخدمنا بالشفاء. صدقونا انا اؤمن يا ابونا، اؤمن بالمعجزات تماما، لان الكتاب بيقول كده. واؤمن ان الله يعمل معاك معجزه، وهو يقدر يعملها، هو يعرف يعملها، لان لا يستحيل على الرب شيء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو عمل في الماضي وبيعمل في الحاضر وهيعمل في المستقبل. ليه؟ لان يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. بما انه هو موجود هو يقدر يعملها. فالست ديت الاربع حاجات الاولين بعد عنك. المده 12 سنه، ده مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2 ولا سنه ولا 2، 12 سنه. الست دي وضعها تألمت كثيرا، الست ديت صرفت كل اللي عندها. طب والنتيجه؟ لم تنتفع شيء. الحاله صارت حاله بعد عنك الى حال اردأ. لكن الجميل بقى النقطه المضيئه، وسمعت، يا سلام، ولما سمعت بيسوع جاءت من وراء وراحت لمسته. كان عندها ايمان جميل. وانا بصدق ان كل حد بيسمع النهارده، يا رب عندك ايمان سيدك يعملها معاك يا يسوع، ويعرف يعملها يا رب. مرات كتير في الكنيسه عندنا ناس تدخل وهي عندها ايمان بامر معين، الله بيتمم. صدقني يا ابونا، عندنا اجتماع جميل بنعمله في الكنيسه. الاجتماع دوت الواحد يدخل حتى من غير ما حد يحط ايده عليه، هو بيتشفي لوحده بايمانه، حسب ايمانه الله بيعملها. لما بنطلع بره افريقيا والبلاد ديت، اثيوبيا ورحنا كينيا وغانا وتنزانيا والسودان، البلاد دي كلها صدق في اماكن كتيره جدا موجوده. كل اللي بنعمله اللي عنده مرض يحط ايده مكان المرض والرب يشفي، اللي يرفع العكاز واللي يقول لك ما كنتش بشوفه بشوف. حضور الله لما بيجي بيغير، هللويا، بيغير، بيعمل كل. وعصر المعجزات لا ولم ولن ينتهي، لان هو مكمل. الست ديت عملت لما سمعت بيسوع راحت هناك وراحت لمست. يذكر الكتاب الحته الجميله، فللوقت جف، يا سلام، فللوقت جف ينبوع دمها وعرفت في نفسها. بص بقى الحته اللي انا عايز ارجع لها ديت، فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بقوه. يعني حتى الشفاء لما عمله هو وبنفسه هو. وبيذكر الحته ديت ختم لها الرحله ديت في السبعيه بثلاث كلمات جميله، ختمها ببنويه وبشفاء وبسلام. بنويه قال لها يا ابنه. يا ابنه ازاي؟ ده بحسب الناموس، خلي بالك دي نجسه بحسب الناموس، الشريعه بتقول كده، نزف الدم يعني نجسه، لكن صارت بالنسبه له ابنه. لكن مش كده بس، شفاء قال لها ايمانك شفاكي. الكلمه الثالثه سلام، اذهبي بسلام وكوني صحيحه من دائك. النهارده حابب اوجه رساله لاي حد على فراش المرض، أو أي حد بيسمعنا في أي مكان، أنا أثق تماما في إيدين الرب. الإله هو يسوع. عارفين ليه؟ لأنه جالها أنا هو الرب شفيك، عملها في الصليب بجلدته شفيتم، أرسلها وأرسل كلمته فشفاهم. يعني إحنا هنا يا أبونا في الاستوديو في ناس في أمريكا، في أستراليا، في أي بلد عندها إيمان، الله يرسل. قال له ما تتعبش وتمشي، قل كلمة فيبرأ الغلام، أرسلها، تممها. هو بيقول الكلمات، هو يقدر يتممها النهارده. وهختم الجزئية دي بحاجة حلوة جدا لكل حد تعبان وبيسمعنا النهارده. عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك إن الطبيب موجود والعيادة مفتوحة والعلاج ببلاش. طب بص، أنا يعني مش عايز الفرصة دي تفوت بجد. ليه بقى؟ لأن في مرضى كتار بيتفرجوا علينا فعلا، في عيانين كتير بجد يعني، وأمراض مختلفة طبيعي. يعني احنا مشهورين بنقول كورونا، لا، في امراض تانية كتيرة قوي. في ناس بالكانسر، في ببرد شديد، بالانزلاق الغضروفي، في سكر، في كلى، في طيب ايه رأي حضرتك؟ انت بتقول عندك اجتماع واي حد بيخش بالإيمان بيخف، وكمان قلت لنا ان حضرتك أفريقيا. في افريقيا الرب ازاي كان بيعمل معجزات. لو تصلي فعلا مع العيانين بقى، امين، ينفع تصلي مع العيانين، امين، وانا عايز تصلي معانا كمان، امين، والرب يمد ايده. انا عارف يمد ايده يلمسني كده. انت تعبان النهارده لكن الرب هيمد ايده بلمسه شفاء. انت عشان انت غالي بس انا هنا. انت غالي فعلا على قلبي. اخواتي الغاليين، عايز قبل ما اصلي انوه عن فكرايا ان الطبيب موجود والعياده مفتوحه والعلاج النهارده ببلاش، امين، مش هتدفع فيه فلوس. وعايز اقول لك حاجه تطمنك ان عندنا اله متخصص، متخصص في العيون يا ابونا. ايوه، اصل انا عشان اروح، انا لو عيني تعبانه هروح لدكتور عيون، صح كده؟ ايوه. لو حاجه في قلبي هروح لدكتور قلب، بطنه وقلب. لو حاجه في العظام هروح لدكتور عظام. الجميل اللي عايز اطمنك النهارده بيه، دكتورنا متخصص في الكل. أيوة. يعني تجيله زي ما انت، يعمل لك كده زيارة كاملة. لو عندك عينين، ضغط، سكر، قلب، كلى، أيا كان، ظهرك، العمود الفقري، الغضروف، البنكرياس، الكل هو يعرف يعملها النهارده. أنا بصدق لأنه عملها. شفى ذو اليد اليابسة، شفى أعرج، شفى حد من الحمى، حماد بطرس، شفى 7 عميان في كلمة الله، أقام بقى من الموتى دي الكبيرة ابنة ييروس وابن أرملة نايين والعازر، يعني يقدر يعمل الكل. صدق معايا النهارده واحنا بنصلي انه هيعملها معاك في اللحظات دي في اسم يسوع. انا عندي ايمان ومليان بالايمان، أمين، ان الرب يعمل حاجه في اسم. وبعد كده تتصل هنا وتقول الرب سمع الصلاه، انا كنت تعبان والرب عملها، لانه يقدر يعملها في اللحظات دي في اسم يسوع المسيح. يا يسوع، ايها السيد الرب، جايين لك في هذه اللحظات يا سيد، من فضلك، مستندين على وعدك وعلى كلمتك انك انت الشافي، مستندين على وعدك وعلى كلمتك في الصليب إن بجلدتك شفينا، مستندين على وعدك إنك أرسلت كلمتك فشفيتنا. أنا بصدق فيك أيها السيد الرب إنك توصل الآن على أسرة المرض، على أسرة المرض. أنا مصدق فيك إنك تقدر تقول كلمة، قل كلمة في هذه اللحظات أيها السيد الرب. ناس كتيرة بتسمعنا عندها إيمان فيك، مصدقة فيك، وأنا بصدق فيك. أنت جيت عشان تخدمنا، فادتنا، أيوة، لكن الأمر الثاني أنت إلهنا، أنت شفينا، أنت طبيبنا، أنت الإله القادر على كل شيء. بصدق فيك يا سيد انك هتصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. بصدق جدا انك تيجي تلمسنا، بصدق جدا انك تيجي توصل للناس اللي عندها تعب في العينين، في الايدين، في الرجلين، في الكبد، في القلب، في يا رب يسوع، في الصدر. يا رب لو في ناس تعبانه مريضه كورونا او غيره، محجوزه او في مستشفيات، انا بصدق في اللحظات ديت انك ستصل ليهم في اسم الرب يسوع المسيح. ضغط، سكر، ايا كان الامر، ايا كان الامر يا رب يسوع، فقرات الظهر والظهر والانزلاق الغضروفي، تعال اعمل لمسه، تعال اعمل زياره خاصه في بيوتنا، على اسرتنا، في اسم يسوع المسيح. صدقنا فيك يا رب انك هتصنع انت المعجزه، وصدقنا فيك ان هنيجي وهنقول لك متشكرين لانك شفيتنا. بصدق فيك ايها السيد انك ستصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، وليك كل المجد. هاليلويا، 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 يسوع اللي بيشفي كل جراحاتي، باسم يسوع بحتمي بنقص وضعفاتي، بدم يسوع اللي بيشفي كل جراحاتي، باسم يسوع بحتمي بنقص وضعفاتي. أنا مستور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. أنا مستور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. دم يسوع اللي بيغفر كل الخطايا، باسم يسوع اللي بيرفع كل البلايا. دم يسوع اللي بيغفر كل الخطايا، باسم يسوع اللي بيرفع كل البلايا. أنا مستور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. أنا مستور بالدم الغالي، أنا محروس. دم يسوع راحة بجاه، أنا دايما غالب. باسم يسوع بحتمل كل التجارب. دم يسوع راحة بجاه، أنا دايما غالب. باسم يسوع بحتمل كل التجارب. أنا مسطور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. أنا مسطور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم الغالي. دم يسوع اللي بيشفي كل جراحاتي، باسم يسوع بحتمي بنقص وضعفاتي. دم يسوع اللي بيشفي كل جراحاتي، باسم يسوع بحتمي بنقص وضعفاتي. أنا مسطور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. أنا مسطور بالدم الغالي، أنا محروس بالاسم العالي. هاليلويا هاليلويا. طيب، من ضمن الكلام اللي حضرتك قلته لنا في البدايه يعني بتحكي لنا عن 7 نقط وكده، يعني اتمنى نقدر ناخد كلهم، لكن خلينا جاست ان كيس يعني احتياطي لألا ما نخلصهمش يعني. لكن انا عندي واحده من ضمنهم حقيقي بشعر ان احنا محتاجين ليها دي قوي النهارده، اللي هي ايه؟ اللي هي بتقول هدانا في الظروف الصعبه. فتقصد بيها ايه يعني؟ ازاي بيخدمنا بانه هدانا في الظروف الصعبه؟ اشكرك. في لوقا 24 وعدد 15 كان في 2 عندهم ظروف صعبه، والوضع كان صعب جدا 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 جدا، وخايفين وهربانين وسايبين مكانهم ورايحين القريه بتاعتهم يستخبوا. دول اسمهم تلميذي عمواس. كانوا بعاد من المكان اللي هيمشوه لغايه ما يوصلوها 60 غلوه، وديت عباره عن الغلوه، عباره عن 190 متر او 200. فلما تضرب خلينا في 200 متر للتسهيل في 60 يعني 12 كيلو. ماشيين 12 كيلو، هم حيرانين تعبانين، حاسين ان الملك اللي كان معاهم مشي راح. اضطراب من كل الامور. كانوا محتاجين في الوقت دوت الشخص اللي يجي يهديهم الطريق. العباره يهديهم تقصد يوريهم السكه، يرشدهم، يرسي قلوبهم، يعرفهم المكتوب، لان الكتاب بيقول لك وانفتحت اعينهما. اذا مش بس حكايه السكه يعني، السكه الطريق، وحته واضحه جدا يذكر الكتاب فانفتحت اعينهما وعرفاه، وفي حته تاني بدا يفهمهم الكتب ابتداء من موسى والانبياء. الجميل بقى بص يا ابونا الايه بتقول ايه؟ وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، لوقا 24 عدد 15، اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. اخواتي الغاليين، وانت في حيرتك يقترب اليك يسوع نفسه، وانت في ظروفك الصعبه يقترب اليك يسوع نفسه، وانت على سرير المرض يقترب اليك يسوع نفسه. انا بصدق دي الهدايه. عمل السباعيه ديت، اقترب اليهم وكان يمشي معهم واتكلم معاهم وعالج حيرتهم. بعض النساء حيرنانا النهارده وجاله ده جام وما جامش، احنا مش عارفين. ده بدا يعالج حيرتهم وفسر لهم، فهمهم، وراح معاهم البيت وعمل كل حاجه. انا النهارده حابب اوصل لك مفهوم صغير. اخويا الغالي، في ضيقتك، في حيرتك، في تعبك، في المشغوليه بتاعتك، اتكل عليه وصدق ان هو هيجرب منك. اصل هو اللي ماشي معايا الطريق، هو رفيق رحلتي، رفيق رحلتي. في سفر التكوين في شخص جميل بحبه اسمه أخنوخ. أخنوخ ده جميل. يذكر الكتاب أن أخنوخ وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله قد نقله. بأتوقع معك، بأتخيل معك يعني أن أخنوخ دوت النهاردة طلع من بيته علشان يقعد تحت الشجرة اللي بيتأمل فيها في كلمة الله. بتخيل، ده تخيل يعني. راح قاعد تحت الشجرة، وقعد تحت الشجر ليجي الكلام حلو والحديث جميل وقعده حلوه زي اللي احنا فيها دي وترانيم جميله وحضرتك بتتكلم وحضور ربنا مال المكان. عجبته القعده. راح روح لمراته من الصبح، روح الساعه 1 الظهر. قالت له انت اتاخرت ليه؟ قال انا كنت قاعد تحت الشجره وربنا ملا قلبي. قالت له طب بس ما تاخرش بكره عشان الغداء. قال لها خلاص. برضه بتخيل يعني، بتخيل عشان اخواتي وبفهم. تاني يوم راح قعد لغايه الساعه 3 بس مشي للشجره اللي بعديها. اليوم اللي بعد كده يعني طول ما انا ماشي كده بتكلم وبحكي معاه في ود وفي حاجه كده فارجه معاه. فضل ماشي لغايه الساعه 5 عند الشجره اللي بعديها. كل شويه يمشي والحديث جميل جميل. ويمشي مع واحد رفيق رحلته. وخلي بالك معاه. يذكر الكتاب يقول لك وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد. كل يوم يمشي شويه لغايه كل يوم يرجع لمراته متاخر. تقول انت كنت فين؟ يقول انا كنت ماشي معاه. تقول يعني البدر شويه. لغايه لما في مره من المرات فضل يمشي وصار الطريق والحديث حلو وحضور ربنا ملا الاثنين. وانا بتخيل معاكم ان فضل ماشي بيه بقى الساعه بقت 8 9 10 11 12. فراح ربنا قال لاخنوخ، قال له يا اخنوخ يا ولدي. قال له نعم. قال له انا شايف ان المسافه كده هتكون اقرب من المسافه كيه انك ترجع بيتكم. قال له يعني ايه؟ قال له تعالى معايا. وصار اخنوخ مع الله رفيق رحلتي. بطمن كل واحد بيسمعنا النهارده، اعرف ان ليك رفيق، اعرف ان ليك سند. عارفين الناس البسيطه يقول لك يا اخي اسندني، التعبير البسيط. انا محتاج حد يقف معايا، محتاج حد يسندني. النهارده سندك هو، النهارده هو اللي يمشي معاك الطريق. لما تكون رايح مشوار خده معاك. الصبح اول ما تصحى قول له انت رفيق رحلتي، انت اللي ماشي معايا الطريق النهارده. انا مش عايز غيرك. انا رايح الشغل بتاعي وهجاب للمدير وهجاب للموظفين، انت. انا النهارده رايح اتكلم مع انت. انا رايح الزياره الفلانيه، انت. انا رايح المقابله الفلانيه، انت. انا رايح علشان اشتري حاجه، انت. ابويا اللي سافر المجد، انا بتكلم عنه كتير لانه كان جسيس تقي. ربنا يبارك. ابويا الجسيس ويليام سافر المجد. ابويا علمنا حاجه يمكن وانا بقولها الناس هتقول معقوله البساطه دي. ابونا لما كان ابويا يروح يشتري خيار مثلا، خيار كان يصلي قبل ما يروح. لما كان انا بجيب لكم الحياة البسيطه. لما كان يروح مثلا يشتري شرابين ليه كان يصلي. الناس يقولوا معقوله هو كده؟ عارف ليه؟ كان كل مره يقول له انت اللي تختار لي، وانت اللي اختار لنا يا رب يسوع. ببساطه البساطه. عارف الحاجه كانت تيجي احلى حاجه وانضف حاجه. عارف ليه يا ابونا؟ لأن زوجه أحسن من زوجي. إحنا لو عرفنا المبدأ ده هو هيكمل معانا، يهديك الطريق، يمشي معاك الطريق. نمشي معا، نحكي معا كأفضل الرفاق. أنا ماشي معاك يا أخنوخ، بدل ما تمشي كده وترجع كده، لا خليها كده، كملها معايا كده، والرب هيكملها في اسم يسوع معانا. أمين. طب نيجي لحتة عملية شوية. اتفضل. ممكن؟ يعني وأنت بتكلمنا عن إن يعني هدانا في الظروف الصعبة. هو رفيق زي ما كان مع أخنوخ. ولم يوجد لأن الله قد نقله. خليني أسأل سؤال. القسيس صفا ويليام، مفيش اختبار شخصي؟ يعني أنت حكيت عن أبوك وحكيت عن أخنوخ، ما ينفعش تحكي لنا عن صفا ويليام؟ ينفع جدا. يعني تقول لنا هل صفا ويليام مر بظروف كانت واضحة جدا يمين الرب الساندة له. يعني كانت واضحة. يعني شاركنا باختبار كده. أولا شاركنا باختبار. أشكر الرب يا أبونا وأرفع يدي تقديرا واحتراما وإجلالا للرب، لأنه على مدار سنوات عمري هو الحامي والضامن رفيق رحلتي. بس وحضرتك بتتكلم احنا ما كناش مرتبين الكلام ده، بس الرب ذكرني باختبارات كتيره جدا جدا، لكن الرب ذكرني باختبار حصل في حياتي الفتره اللي فاتت. انا الصبح عندي نتيجه عندنا بتتعمل في سوسنة، عباره عن ايات، كل يوم ايه. وبعدين اليوم دوت الايه كانت بتقول ملاك الرب حال حول خائفين. كنت رايح عندي خدمتين في مؤتمر في إدصا دي بعد المنيا 15 كيلو تقريبا. وأنا ماشي بالعربية بصيت حد زنج عليا، وأنا ماشي بسرعتي. هو لما زنج ما كانش في حل غير إن أنا أفضل أكثر 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 لغاية لما رحت وصلت لعمود إنارة، وعمود الإنارة العربية مع قوة الدفع أنا ماشي كده خبطت في عمود الإنارة، فهو فضل يدخل في الصاج بتاع العربيه. يعني ده العمود. اولا العربيه مع قوه الدفع حصل ان هي عملت يوتيرن بقت كده، وده الاختبار الاولاني. ليه؟ لان انا ماشي في الطريق دوت، حضرتك عارف الطريق الزراعي عباره عن تو ويز، يعني عربيات رايحه عربيات جايه. فمعنى الكلام دوت انا ماشي كده، يعني في عربيات ماشيه ورايا. كون ان انا ارجع ويبقى وشي كده وما يبقاش ورايا عربيات في الحته دي اول معجزه. ليه؟ لأن كان معانا واحد بنعرفه كان نفس الموضوع حصل معاه، والعربية اتعدلت كده، وبعد عنكم 3 عربيات عدوا عليه، عربيات ماشية بسرعتها حادثة. لكن كون إن الله يمنع العربيات ده كان الاختبار الأولاني. بعد كده العمود فضل يدخل في الصاج لغاية لما وصل لمرحلة 2 إيرباك ضربوا، وانا كنت في الحته بتاعت الدواسة مع قوه الدفعه. العربيه عملت السرينه بتاع الكلاك، سرينه عاليه جدا، وبدات تتحول. الصاج فضل يدخل لغايه الموتور، وخلاص بقى خلاص داخل عليا الصاج بيزنقني كده. وانا كل اللي قلته باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع، 3 كلمات دول انا فاكرهم. بعد كده العربيه اتلفتت، الناس اتلمت، معرفش ربنا بعتهم لي منين، ملايكه معرفش. لكن ده انا بقول لك اختبار رفيق ورحلتي، ده اختبار حقيقي حصل معايا. بعد كده العربيه ضربه سرينه استقت، فعامله سرينه عاليه. الناس بداوا يطلعوني، يجيبوا ميه يكبوها على راسي، يشوفوني ايه المكسر فيا الدنيا. وبصيت صدقني يا ابونا اقول الصدقه في المسيح. وأنا واقف بصيت لقيت في واحد جاي بس من بعيد كده، من تقريبا 10 متر قدام كده. هو لابس بنطلون وقميص زينا، لابس زينا كده بنطلون وقميص، لكن شكله أبيضاني شوية. ده كل اللي أنا متذكره. وبعدين العربية مستكة والسرينة ضاربة، لأن كله بقى الصاج دخل في كله واتطبقت كلها عليا كده، وقدروا يفتحوا بابه ويطلعوني. فلقيته بصلي وراح دخل العربية، وراح مش عارف عمل ايه، راح فصل السرينة دي، وراح سحب المفاتيح، وراح جه لغاية عندي، وراح حط لي المفاتيح في الجيب ده، وقال لي كلمتين: اطمن، كل حاجة هتبقى كويسة. وبعد كده انا بتعدل كده ما لقيتوش، ما لقيتوش. واحنا بنتكلم عن الرفيقة ما لقيتوش. الرب بعد كده عمل حاجات انا ما اتخيلهاش. بعد كده كيف العربيه اتنقلت، كيف انا رحت المستشفى، كل حاجه كله دوت اتعمل. لكن اليوم دوت عرفت ملاك الله حال حول خائفين وينجيهم. انت مش ماشي لوحديك. كل يوم الصبح اعرف ان في واحد مهنكجك من هنا، وانت طالع الصبح من بيتك، وانت رايح الشغل، وانت رايح في اي مشوار رايح، انت مش ماشي لوحديك. ده بيقول كده: واقترب اليهما يسوع نفسه. ولسه هو الرب يسوع موجود النهارده، هو لسه موجود معانا. يعني الاخ اللي ظهر ده ملاك. انا لغايه اللحظه دي يا ابونا مش عارف اذا كان ملاك، اذا كان الرب يسوع نفسه. يعني يعني مع احترام الكامل لتلميذي عمواس، هم اخواتي وحبايبي وغاليين عليا وانا ابنه برضه، صدقني ما عارف مين يا ابونا الغالي، بس اللي انا متذكره ان على طول حط لي مفاتيح قال لي اطمن كل حاجه هتبقى كويسه. اتعدلت ما لقيتوش، انا بصدق مجدا بصدق ما هو اصلا أنا دلوقتي محتاجه، وده الوقت اللي هو يكون فوقف مع ابنه في وقت. احنا كنا بنتكلم عن اخنوخ وبنتكلم عن تلميذي عمواس ومع حضرتك ومع اخويا عبد الفادي ومع اخواتي هنا ومع كل حد بيسمعنا في اسم يسوع، واقترب اليهما يسوع نفسه. طب نسمع ترنيمه كده ان هللويا. امين. انت شجعتني هللويا، لان الهنا اله عظيم. نعم. شوف يعمل معاك ايه. نعم. وانا عارف في اختبارات تاني كتير انت مريت بيها كتير. لسه يعني شايفيني من كورونا. ما انا لسه كنت عايز اقولها بس كورونا لا ده كورونا ده انا كنت اسافر بس هو جالي لسه دي خدمه. فعلا. فعلا الرب صالح، هو الرب فعلا هو الرب. عن كل آلامي إن يسوع معايا ويضمن سلامي، اللي بيعزيني عن كل آلامي إن يسوع معايا ويضمن سلامي، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا ومدبر أموري وعينه عليا، ومدبر اموري وعينه عليا، اللي بيطمني ويبدد ظلامي ان يسوع معايا ويشفي سقامي، اللي بيطمني ويبدد ظلامي ان يسوع معايا ويشفي سقامي، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا ومدبر اموري وعينه عليا، ومدبر اموري، اللي بيشجعني ويضمد جراحي اني اطلب ربي ويسمع صراخي، اللي بيشجعني ويضمد جراحي اني اطلب ربي ويسمع صراخي، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا ومدبر اموري وعينه عليا، ومدبر اموري وعينه عليا، اللي بيفرحني في خروجي ودخولي إن يسوع رفيقي وضامن وصولي، اللي بيفرحني في خروجي ودخولي إن يسوع رفيقي وضامن وصولي، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا، ده مهتم بيا ده يسوع راعيا ومدبر أموري وعينه عليا، ومدبر اموري وعينه عليا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. طيب نيجي لحاجه ثانيه، احنا باقي لنا في الوقت حوالي 7 دقائق 8 دقائق. فعلا الوقت الحلو بيجي دايما، لكن خليني يعني بالذات قلت لنا انه هيتمم رجانا، فانا برضه مش عايز اسيب النقطه دي اخر نقطه في السنه. ايوه نفسي قوي تدينا فيها حته كده. طب علشان اخواتي ما يزعلوش اقول في كل واحده دقيقه علشان يعرفوا. ماشي امين براحتك، يبقى امين ده وقتك وانت حر فيه، يبقى امين. احنا شفنا فدانا، ايوه نفسه شفانا قوه خرجت من نفسه، ايوه مع الامراه، شفنا هدانا واقترب اليهم يسوع نفسه، شفنا هدانا. ايه هدانا ديت؟ برضه في نفس الاصحاح بتاع لوقا 24 وعدد 36 بقى، كانوا التلاميذ مجتمعين في العليه بسبب الخوف من اليهود، وكانوا خايفين والدنيا، وهات يا بطرس وحط عشان يذكر الكتاب يقول لك ايه، وجاءهم يسوع بنفسه ووقف في الوسط. عايز النهارده اقول كلمه صغيره في الحته ديت، عمل معاهم سباعيه طمنهم وقال لهم ما تخافوش، وراح هداهم. خلي بالك هداهم يعني أول يهديك ويهديك. الرب النهارده بيقول لك اهدى، سيب الأمر اللي أنت بتفكر فيه، ده إعلان حق إلهي خده في اللحظات دي. الرب بيقول لك اهدى اهدى، لأن إذا كان الرجل بحسب الكلمات اللي جت في كلمة الله لا يهدأ حتى يتمم الأمر، فما بالك في الرب يسوع. اهدى يلي منتظر حاجة من الرب، اهدي والرب هيحججها في اسم يسوع. دي النقطة دي، دي الكلمة بتاعت هدانا وهدانا. لكن رقم 5 دعانا. ايه دعانا؟ في يوحنا 21، يوحنا 21 بيتكلم الكتاب بعد ما الرب يسوع اتصلب وبدأ يظهر للتلاميذ. يذكر الكتاب عن ان بطرس خد مجموعة من التلاميذ عددهم 6 وقال لك هلما نذهب لنتصيد، أنا رايح أتصيد، قال له تعالوا معاه، وراحوا كلهم. راح الرب يسوع قال لهم يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ مفيش. قال طب ارمي الشبكة على الجانب الأيمن. وخلي بالك يا ابونا ده عكس كل خطط ومهارة واختبارات الصيد. ليه؟ أولا المفروض هو نجار ملوش دعوة بخبرة البحار، هم يقولوا الكلام ده، هو نجار، أنت مالك ومال البحار؟ يعني ده خلي ليه؟ أولاً الصيد بيكون بالليل. الصيد ما ينفعش يكون الصبح. رقم 2 ليه ما ينفعش يكون الصبح؟ الكلام دوت اقترب عليهم في الصبح. ليه ما ينفعش يكون الصبح؟ لأن وأنا واقف بصيد الضرب بتاعي الشمس جاية، فالسمك شايفني، فالسمك يبعد عن الشبكة. لكن الحتة الثالثة والأخيرة قال لهم إلقوا الشبكة على جانب السفينة الأيمن. ده عكس قوتهم، بمعنى إحنا نعتبر إن ده المركب. دي الناحية الشمال اللي فيها الساعة ودي الناحية اليمين. هو قال لهم القوها ناحية اليمين، يعني هنا. بص يا ابونا الفرق بقى. القوة في الإيد اللي بتدفع، فأنا لو هم ديما كانوا بيرموها ناحية الشمال، فالإيد اليمين قوية، فتروح طرحة الشبكة لمسافة بعيدة تجمع أكبر قدر من السمك. لكن المرة دي قال لهم ناحية اليمين. يا عم ده عكس قانون الصيد، ده عكس اللي احنا بنفكر فيه، احنا بنعملها نرميها ناحية الشمال عشان نجيب أكبر عدد من السمك. انت عايزنا نرميها الناحيه العكس، الايد الشمال ديت ضعيفه، فتروح جايه في حته محدوده تجيب لنا شويه سمك قليلين. فقال لهم كل قوانين الطبيعه والصيد بتاعكم الغوها وركنوها على جنب. ليه؟ لان انا عايز اوريكم ان لا بقوتكم ولا انا عايز بيا انا اللي عاملها. وراح عملها وطلعهم. صادوا اليوم ده 153 سمكه كبار وطلعهم. كان مجهز لهم جمر جميل بيدفيهم. انا مش عارف اقول ايه، كل ما انا اغلط انت شايلني، انت شايلني ومغطيني ومدفيني وجاب لهم سمك. جابوا منين؟ شواه فين؟ صادوا ازاي؟ مش بتاعتي وبتاعتك، هو يعرف يعملها. وراح في النهايه ساب لهم الدعوه، قال له يا بطرس يا ولدي، قال له اتحبني؟ قال له ايوه. قال له ارعى خرافي، ارعى غنمي، ارعى غنمي. عايز يقول له اهتم بالكل. وراح دعاهم للخدمه. يبقى رقم 1 فدانا، 2 شفانا، 3 هدانا، 4 هدانا، 5 دعانا. رقم 6 اللي جاب لي السبعه الاخيره ونختم بيها. رقم 6 ديت عملها معاهم جميله جدا. عارف عمل ايه يا ابونا؟ قدم لنا، اعطانا دعوه. عشان بقى احنا المفروض ان احنا نكون يعني في اللحظات ديت نكون بنشتغل له. فراح اعطانا دعوه جميله جدا. راح قال لي الكلمات ديت. هنبص نلاقي الشاهد دوت كورنثوس 2:5-18 بيقول ايه؟ ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. نفسه جتها، نفسه بيسوع المسيح، واعطانا خدمه اسمها خدمه المصالحه. وانجاز التعبير الوحيد اللي صالحنا لنفسه على الله هو المسيح يسوع. تاني انا كنت في الحته دي، البشر ما الجميع زاغوا وفسدوا، احنا كنا في الحته دي. الله فوق بدايه من تكوين 3 لما ادم اخطا والحيه دخلت، خلاص صار انفصال ما بين البشر وما بين الله. عارف اللي حصل ايه؟ سيدي وسيدك جه وعملها، وعن طريق صليب يسوع المسيح. راح خد ايدي من المزبله وراح مسك ايد الاب السماوي، وراح بدا يرفع ايديا من الحضيض وياخد بايد الله، وراح سوانا في الصليب. يذكر الكلام يقول لك اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا خطاياهم. يا سلام، غير حاسب. كل بنعمله ومش بيحسبها لينا. ليه؟ غير حاسب، واضعا فينا كلمه المصالحه. اعطانا خدمه المصالحه. اذ نسعى بقى، جه الدور علينا. اذ نسعى عنه كسفراء، نقول للناس تعالوا توبوا ارجعوا، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. اخر حاجه حضرتك طلبتها، قريب هيتمم رجعنا. مجدا للرب. ميدا للرب. الكتاب بيتكلم في تسالونيكي الأولى 4:14 يقول إيه؟ لأن الرب نفسه، كل الآيات أكتر من 600 آية في كلمة الله عن كلمة نفسه ديت، بس شفنا سباعية قديمة بتاعت الناس زي لوط اختار لنفسه وشاول الكلام ده كله، لكن الرب في اللحظات ديت بيقول لك شوف أنا عملت عشانك إيه. عارف الرحلة كلها من بدايتها لنهايتها، وفي الختام في آخر حاجة لأن الرب نفسه بإيه؟ بهتاف صوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. وراح أعطانا سباعية جميلة برضو كلها سباعيات. أول حاجة الراقدين هيقوموا الأول، يعني الناس حبايبنا واللي سافروا والقديسين والمؤمنين كل دوت هيقوم، ابتداء من أول واحد كان هابيل، كل دوت هيقوم في الأول، دول الأول، لأن الكتاب بيقول لك إيه؟ ونحن الأحياء الباقين في مجيء الرب لا نسبق الراقدين، فهم الأول. الحاجة الثانية الجميلة بقى هو بنفسه، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. يعني إيه هو نفسه ده؟ أنا استغربت، يعني أنت جاي تاخدنا خلاص، يعني ممكن تبعت سفير عنك، مندوب عنك، شوية ملائكة عنك، هو بنفسه. ده مجد، ده مجد قريب هيتممها خلاص صدقني. هاند عارف يا ابونا عندنا في الصعيد زمان يقول لك نخل هبان، مش عارف تعرف انت اكيد تعرف الكلام ده، انت وعظ كبير جو من زمان. لا مش قوي انا، بس عشان جدي اسمه نخله مالي انا عارف القسيس سمير فهمي نخله، فنخله هبان يبقى بان هنا وبان هناك. ايه حكايه نخله هبان دي يا ابونا؟ كانوا زمان لما بيركبوا الجمال ويمشوا من بلد لبلد، يفضلوا ماشيين يوم 2 3 شهر لغايه يجي واحد في المقدمه دوت اسمه الرقيب، يفضل ماشي كعجب ويبص كده، اول ما يلاقي النخل بتاع القريه بدا يبان يعرف ان خلاص جرب يوصل المدينه، يروح بقى بصوت عالي يتعدل كده ويروح موقف الجمل بتاعه يقول لك نخله هبان نخله هبان. وانا عايز اقول لاخواتي اللي بيسمعوني صدقوني نخله هبان، وجربنا نوصل المدينه لان الرب بنفسه بصوت هتاف. ده جاي لنا بالفرح والزغاريط والهتاف. هيعمل ايه؟ سياتي من السماء، سوف ياتي من السماء. طب وبعدين والاموات في المسيح هيقوموا اولا. طب وبعدين مكان اللقاء فين؟ السحاب. شوف يقول لك ايه؟ ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معه في السحب لملاقاه الرب في الهواء. ليه في السحب؟ لان ده مكان ابليس. ده ابليس حاليا اسمه رئيس سلطان الهواء، كان فوق وبعد كده نزل في 5 سقطات لابليس، لكن حاليا هو رئيسه. عايز يقول له ان في عقر دارك يا ابليس انا هحتفل بالكنيسه المفديه، في عقر دارك يا ابليس انا هنتصر، انا بقول لك خلاص كله خلص، واين شوكتك يا موت. هو بيتكلم فيها لكن ياخدنا الابديه ونكون مع الجميل. بص يا ابويا ونكون معه هللويا كل حين. واخر كلمه لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. هاليلويا مجدا قريب وهاني. امين. مران آفة صراحة، يعني آفة. كلامك حلو، انا ما قطعتكش كتير، أنا والكلام جميل قوي يا اخ عبد الفادي وتشجعنا جدا. ربنا يبارك حضرتك، اهلا وسهلا بيك ونشوفك مرة تانية ان شاء الله. شرفتنا كتير قوي وبشكرك جدا يا اخ عبد الفادي لاجل وجودك كمان، وبشكركم اعزائي المشاهدين الكرام لحسن المتابعة. ربنا يبارككم. انا قبل ما اسيبكم مع ترنيمة ختامية بشجعكم تتواصلوا معانا، كل معلوماتنا موجودة على الشاشة، كل التفاصيل، الفيسبوك، التليفونات، كل حاجة موجودة. أهلا وسهلا بكم في فريق مستعد يتواصل معاكم، يصلي معاكم، يشجعكم، يسمع أسئلتكم. إلى أن نلتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. أترككم في رعاية الله. طال الزمان بحرب وكرب وهوان، ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان، يسوع قعد السما لينا وفي انتظارنا على المينا، يسوع قعد السما لينا وفي انتظارنا على المينا، ويوم ما تيجي وياخدني منظر جماله ويسعدني، اهتف وارنم واغني الرحيل لا ينزع مني، ويوم ما يجي وياخدني منظر جماله ويسعدني، اهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع مني. ومهما سالت الدموع، ومهما عطش وجوع، ومهما سالت الدموع، ومهما عطش وجوع، عالأزرع الأبدية حملاني طول البرية، الأزرع الأبدية حملاني طول البرية. ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، اهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع مني. ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، اهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع مني. قلبي وروحي في انتظار حتى أراه على السحاب، قلبي وروحي في انتظار حتى أراه على السحاب، لما أراه أكون مثله لأنني مثل شخصه، لما أراه أكون مثله لأنني مثل شخصه. ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، أهتف وأرنم وأغني والفرح لا ينزع مني. ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، اهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع مني.